اليوم 22 آذار مارس. الظرف الفلكي المهم اليوم هو بداية فصل الربيع رسميا، وذلك بتمام الساعة 12:30 الظهر بتوقيت بيروت. أما القمر فموجود ببرج القوس الناري. هذا معناته أنه هذا النهار في له نوع من دلالة مهمة لكل الأبراج، فخلونا نشوف كيف رح بتكون كل أبراجنا اليوم. البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، وكأنه فعليا ورسميا بلش عندك سنة 2017، وذلك بسبب وصول أول شيء الشمس لبرجك، وكأنه هنالك في بداية جديدة. انطلاقة كتير حلوة بانتظار مولود برج الحمل اليوم، نشاط، ديناميكية، تفاؤل، وهنالك كأنه في أخبار تتسارع حلوة. الأنشط يلي ما بيهدأ اليوم هو مولود شهر آذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، هيدا النهار بيطلب منك انه تاخذ الامور مثل ما هي. لازم تعرف مولود برج الثور انه انت مع بداية فصل الربيع دخلت بمرحلة نوعا ما هايبرنيشن، وكأنه هلا انت عم تنتظر. في عندك اول شهر بفصل الربيع بطيء ما بيساعدك، كل الامور بتهدى، كل الناس عم تركض ركض، لكن مولود برج الثور الامور عنده جامده وراكده، فطول بالك. نسبيا اليوم الاجواء معقول تصير افضل بعد مغيب الشمس بتوقيت بيروت. اما يلي لازم يكون كثير حذر اليوم هو 27 28 و29 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، لأنه القمر موجود ببرج القوس عم بيواجهك، عم بيتحديك، وكأنه عم بيقول لك فرجيني شطارتك، قديش أنت شاطر، قديش أنت قبضاي، فرجيني شطارتك. الأجواء إلى تحسن طبعا ابتداء منتصف النهار، بس لما بيبدأ فصل الربيع ترتاح نفسيتك، بصير عندك شعور بالطمأنينة أكثر والثقة بالنفس. بتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا اليوم رح بتكون مواليد أيار مايو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، الجو عندك من هلأ فينا وخلينا نقسم هيدا النهار تقريبا لقسمين او لثلاثه. من هلا لمنتصف النهار ل 12:30 بتوقيت بيروت الوضع جيد لإلك، مساعد لإلك وداعم لإلك. الفتره الممتده بين 12:30 تقريبا والخمسه بعد الظهر لا باس بها. بعد مغيب الشمس الاجواء عند مولود برج السرطان بتصير متعبه، تعبانه، مضلله، يعني بتضيع، ويمكن تحمل لك بعض التاخير او يمكن تحمل لك نرفزي وتعصيب، فكون حذر الليله. بتبقى المواليد الانشط نسبيا 29 و30 حزيران يونيو. بكمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد، هنالك تغيير في الاجواء والظروف، وكانه كل شيء عم بيدور لصالحك. الاجواء الى تقدم مع كل ساعه من ساعات هذا النهار، هنالك تقدم عند مولود برج الاسد، هنالك نجاح، هنالك طمانينه، هنالك حلول، هنالك اخبار ساره، ان كان بالمدرسه، ان كان بشغلك، ان كان بمكتبك. عند مولود برج الاسد يبدو وكانه في ايضا تبادل للعواطف الحلوه اتجاهك. الاكثر حظا هي مواليد تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء، الجو عندك متقلب، خاصه حتى الساعه 12:30 الظهر توقيت بيروت. شوي شوي بتتحرك الامور، بتصير افضل كل ما قربنا للمساء، كل ما قربنا لمغيب الشمس توقيت بيروت، كل ما صار مولود برج العذراء أوعى، وكل ما صار متفائل أكثر، وفعلا كل ما صارت الحظوظ أكثر. إذا بتقدر تأجل أعمالك المهمة لليلة أو لبكرة يمكن بيكون أفضل. بشكل خاص الأوفر حظا هو 12 و13 سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، ما تأجل للمساء ولا لبكرة وبعد بكرة، الأجواء صعبة معاكسة ومن أصعب أيام الشهر. الجو من هلا 12:30 جيد لا بأس به، أفضل من بقية الأوقات، فإذا بتقدر تعجل بيكون أفضل، وإلا نصيحة تأجل للخميس والجمعة. الأكثر حظا نسبيا 13 ل 15 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. جو جيد بلاحق أو برافق مولود برج العقرب، ما بتفرق الصبح، الظهر، بعد الظهر، طبعا يمكن قبل الظهر هو الأفضل لأنه الشمس بتكون بعدها موجودة برج الحوت المائي، لكن ما بتفرق. مولود برج العقرب الجو كله لا بأس به، بيساعدك، بخليك تتقدم، بخليك تتغلب على نقاط الضعف اللي عندك إياها، على خوفك، على قلقك، وبخليك تكون فعلا أنت تقدم نفسك بطريقة كتير إيجابية. أما يلي عنده بعض المعاكسات هو 30 و 31 أكتوبر، فكونوا حذرين
من التسرع أو من الكلام القاسي. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس الجو عندك ممتاز، أنا بعتبر هيدا نهار كامل متكامل، وبتقوى الظروف عند مولود برج القوس ابتداء من منتصف النهار 12:30 الظهر توقيت بيروت، بصير حظك لامع لامع لامع، لسيما تقريبا بين 12:30 الظهر توقيت بيروت والساعة 5:30 بعد ظهر توقيت بيروت. هي أفضل فترة لمولود برج القوس، تغييرات حلوة، الظروف أفضل، وهنالك نوع من probabilities واحتمالات دعم لك. الأكثر حظا 15 و16 ديسمبر بالإضافة لمواليد نوفمبر. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي الجو لن يستقيم، ما رح تزبط الأمور قبل ما يوصل القمر لبرجك، هذا الشيء بصير على 5:30 بعد ظهر توقيت بيروت. كل هالفترة اللي قبل رح بتكون هادية فارغة من الحظ، من أي تطور، حتى يعني الإمكانية اللي أنت مجهزها مرتبة ومحضر حالك احتمال انه الامور ما تزبط مثل ما انت بدك، تطلع زعلان مقهور، يعني خاطرك منه هالقد مرتاح، اجل لبعض الظهر بيكون افضل او لليومين المقبلين. الاكثر تعبا رح بيكون 9 و10 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبه لبرج الدلو كل شيء والقمر ببرج القوس، انت وضعك جيد. وافضل فتره بهيدا النهار هي من 12:30 الظهر توقيت بيروت حتى الساعه 5:30 بتوقيت بيروت بعد الظهر، ها هي الفتره الافضل خلال هالنهار لمولود برج الدلو. بعد 5:30 بعد الظهر هنالك تراجع في المعنويات وهنالك تراجع في الحظوظ. تبقى المواليد نسبيا اوفر حظا من غيرها، هي 9 و10 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت الجو متقدم بالنسبة لك، حتى لو بلش فصل الربيع مولود برج الحوت مقلع انطلق، أجواءه حلوة، الأضواء مضواية، كله بالنسبة لك وكأنه الباب مفتوح لك ناطرك بانتظار تقدمك، بدك تتحرك. لأنه القمر اليوم موجود بالبيت العاشر احتمال أنه مولود برج الحوت يعيش لحظة بده يقرر فيها أو يتقرر خلالها مسار أو قرار، أو يمكن تحس حالك أنك معصب أو يمكن قلق لأنك أمام امتحان. أجواء بالرغم من هالشيء الأجواء منها سلبية. الأنشط 26 27 و28 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة أنا بعتبرها سنة كتير مهمة، هيدي سنة بتحمل لك نوع من تقدم، نوع من تغيير، نوع من طلة جيدة، هنالك اهتمام بمسار مهني أو اجتماعي جديد. نيسان أبريل أب أغسطس ديسمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. 4 مجفيون، بيك، امك، خيك واختك، 4 طبعا بعود عنهم الهم، الحزن، العجز انه ما تقدر تعمل شيء والبخل، 4 ما تقسي عليهم، اليتيم، المسكين، الفقير والمريض، 4 تحلى فيهم، الصبر، الحلم، العلم والكرم، 4 تقرب منهم، المخلص، الوفي، الكريم والصدوق، 4 ما تصدقهم، الكذاب، السارق، الحسود والأناني، 4 ما تحرمهم كرمك، زوجتك، أبنائك، أهلك وأصدقائك، و4 قلل منهم الأكل، النوم، الكسل والكلام، ودايما ما تبعد عن الصلاة، ذكر الله، وطبعا صلة الأرحام. بريك وبنرجع لنتابع نحن وياكم من صيدا افتتاح مهرجان لأمي ووطني الأم. لا تتقايق بالظبط.